السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد على قناة رضا حاتم. لو اول مرة تشوفنا قناتنا بتتكلم عن المشاريع المربحة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. اضغط لايك لو عجبك الفيديو، اكتب لها تعليق لو عندك اي استفسار عن مشروع النهاردة، اعمل شير للفيديو ده لعل وعسى حد يستفيد من فيديو النهاردة. مشروع النهاردة اللي خلاني اتكلم فيه ان كتير من قنوات اليوتيوب طلعت وقالت ان الطن في المادة الخام بتاعت النهاردة، الطن الواحد بيكسب 50,000 جنيه، مع ان الكلام ده كله غلط. وهقول لك الارباح الحقيقيه للمشروع، هنتكلم في كل حاجه تخص المشروع. مشروع النهارده للشباب الا وهو مشروع تصنيع اطباق الورق الفويل او اطباق الفويل الالومنيوم. مشروع تصنيع اطباق الفويل الالومنيوم مشروع ما شاء الله مربح جدا، وتسويقه احلى حاجه فيه، تسويقه سهل جدا كمان، واي حد ممكن يشتغل فيه بخبره او بدون خبره، اي حد ممكن يشتغل فيه. المشكله فيه ان راس ماله عالي شويه، بس المشروع كارباح ارباحه كويسه جدا. هنتكلم في كل حاجه تخص المشروع من حيث الماكينات، اماكن بيعها، وايه مواصفات الماكينه، هنتكلم في المواد الخام، هنتكلم في التسويق، هنتكلم في الارباح. اول حاجه هنتكلم فيها قبل ما تفتح اي مشروع اللي هو المساحه. المشروع بيحتاج مساحه 50 متر مربع. طب بالنسبة للمكان، المكان ممكن تشوف اي مكان فاضي تحت عمارة، منطقة صناعية، عندك ارض ممكن تعمل لها صور وتبدأ تفتح المشروع في الارض. المشروع بيحتاج 50 متر مربع في اي مكان، تمام. تاني حاجة احتاج التراخيص اللي انا احتاجها قبل ما افتح المشروع. اي مشروع تفتحه لازم يبقى فيه تراخيص زي السجل التجاري والبطاقة الضريبية وتراخيص بالمشروع. بعد كده نشوف الادوات اللي انا احتاجها عشان ابدأ في المشروع. اول حاجة نتكلم فيها الا وهي الماكينة، ماكينة تصنيع اطباق الفويل البلاستيك. في منها نوعين، في مصري وفي مستورد. سعر الماكينة اللي هي المصري من 200,000 ل 250,000، اما سعر الماكينة المستورد من 300,000 ل 400,000. طبعا الماكينة بتختلف من 200 ل 250,000. احنا هنتكلم في الماكينات المصري. الماكينات المصري بتختلف من 200 ل 250,000 حسب احجام الماكينات، وحسب الماكينة نفسها بتعمل بتصنع كم طبق في الثانية. يعني في ماكينة بالضغطة بتاعتها بطبقين، وفي ماكينة الضغطة بتاعتها بتصنع لك طبق واحد، وفي ماكينة الضغطة بتاعتها بتصنع لك اربع اطباق. الماكينة بتركب عليها حاجة اسمها الاسطمبة. الاسطمبة ديت اللي هي ايه؟ عندك اطباق الفويل اللي هي الالومنيوم، في منها شكل مربع، وفي منها شكل دائري، وفي منها شكل مستطيل، في علب صغيرة، في علب كبيرة، في عندك احجام كتير. الاسطمبة دي اللي هي بتحدد لك الحجم اللي انت هتشتغل عليه. الاسطمبة دي بيبقى سعرها كام؟ سعرها من 35 ل 80,000 جنيه، يعني انت بتجيب الماكينة بيبقى عليها اسطمبة واحدة. عايز تجيب اسطمبة تانية تشتغل فيها غير الاسطمبة اللي على الماكينة، بتجيب انت اسطمبة، وسعرها بيختلف حسب حجم الطبق. حجم الطبق في برضه اسطمبة بتعمل طبقين، وفي اسطمبة بتعمل طبق واحد، فحسب حجم الطبق، تمام؟ الاسطمبات انا قلت سعر الاسطمبات من 35,000 ل 80,000 جنيه. الماكينات دي تقدر اجيبها منين؟ بتقدر تجيبها من مكانين. اول مكان اللي هو المهندس محمد البديوي. مهندس محمد البديوي في مدينة العاشر من رمضان، ده رقم تليفونه على الشاشة. تاني مكان الا وهو شركة المتحدة. شركة المتحدة برضو بتشتغل في تصنيع ماكينات ورق الفويل الالومنيوم، تمام؟ دي بالنسبة للماكينات. نتكلم بعد كده على المواد الخام. المادة الخام اللي بتستخدم اللي هي ورق الألمونيوم. ورق الألمونيوم ده الطن فيه بكام؟ الطن فيه ب 48,000 جنيه. عشان تعرف لما انا قلت لك الأرباح غلط، الطن ب 48,000 جنيه ومكسبه 50,000 جنيه غير ما تخصم، يعني انت هتجيب الطن ب 48,000 جنيه هتبيعه ب 100,000 جنيه، ما كانش حد غلب. فالطن المادة الخام ب 48,000 جنيه، اللي هي المادة الخام بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن رول كده زي بكرة، بتبقى ورق الومنيوم. الماكينة بتسحب البكرة ديت، بتسحب ورق الالومنيوم لوحدها اوتوماتيكي. طبعا 48,000 جنيه بيختلف حسب السوق، يعني الطن دلوقتي ب 48، ممكن بعد شهر تلاقيه ب 50 او 55، في بيتباع ب 60، فكل شويه السعر بيعلى وبينزل حسب السوق، تمام. الطن ده، طن الورق الالومنيوم ده بينتج قد ايه؟ بينتج 250,000 كرتونه. 250 كرتونه، الطن بينتج 250 كرتونه. الكرتونه بيبقى فيها كام طبق؟ بيبقى فيها 1000 طبق، تمام. ومكسب الكرتونه كام؟ مكسب الكرتونه من 60 جنيه ل 70 جنيه،
يبقى الطن بينتج كام؟ بينتج الطن بينتج 250 كرتونة، وكل كرتونة فيها 1000 طبق، ومكسب الكرتونة الواحدة من 60 جنيه ل 70 جنيه. لو ضربنا 60 جنيه في 250 كرتونة، تمام، هيديك 15000 جنيه. يبقى مكسبك مش 15000 جنيه بس، يعني 15000 جنيه ديت الأرباح كلها بتبدأ تخصم انت، بقى منها ايه اللي هو سعر الكرتونة والكهرباء، تمام، سعر الكرتونة والكهرباء والأكياس اللي انت هتعبي فيها. الأطباق لما بتبقى في الكرتونة بتبقى عبارة عن ايه، بتبقى كل 100 طبق محطوط في كيس وبتبدأ تحطهم في الكرتونة، والكرتونة طبعا بيبقى مكتوب عليها اسم المشروع وكمان أرقام تليفوناتك، تمام. يبقى مكسب الطن كام؟ 15000 جنيه غير خصم الكهرباء والكراتين، تمام. ده بالنسبة لأرباح المشروع، تمام، عشان في ناس كتير بتقول 50000 جنيه وبتوهم الناس، وده الكلام ده كله غلط يا جماعة والله العظيم. نيجي بعد كده للعمال اللي انت هتحتاجها عشان تفتح المشروع. المشروع بيحتاج كام عامل؟ هم عاملين بس، لا تشتغل انت وواحد، لا اما تجيب 2 عمال يشتغلوا عندك، تمام. عامل بيقف على الماكينه بيراقب الماكينه، لو في اي مشاكل في ما بتطبع ما 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 بتطلعش ما بتطلعش انتاج، ورق الالومنيوم خلص بيغير رول نفسه. طبعا في واحد تاني بيبدا يعبي المنتج بتاعك لما بيعبيه في كراتين. طبعا المشروع جميل جدا ما شاء الله، والايدي العامله اللي فيه مش كتير، ربنا كرمك، والعمليه فتحت معاك بتبدا ان انت تجيب ماكينه تانية لو ربنا كرمك ان شاء الله. في ناس بتقول الماكينه ب 200000 جنيه، في مستعمله ب 100000 جنيه. لو انت لقيت مستعمله ماشي، هات واحده ب 100000 جنيه، بس اهم حاجه تاخد معاك ميكانيكي عشان ما يتغشش في ما حدش يغشك في الماكينه اللي انت هتجيبها، تمام. بعد كده حتة التسويق، طبعا الماكينة بتشتغل على 220 فولت. بعد كده حتة التسويق، تسويق المشروع ما شاء الله ده اسهل حاجة في المشروع. اكتر اماكن بتاخد اطباق الفويل الالومنيوم الا وهي محلات الكشري. محلات الكشري يا جماعة بتستخدم الاطباق دي يوميا بالالوفات، يعني ممكن المحل، يعني انا اعرف محل التحرية، لو انت في الزقازيق وعارف محل التحرية ما شاء الله ممكن يستخدم في اليوم الواحد حوالي 3000 طبق. فالمشروع جميل جدا ده بالنسبه لمحلات الكشري، ومحلات الكشري بتاخد منك اللي هي الاطباق اللي هي الصغيره بتاعت رز بلبن، تمام. بعد كده عندك محلات الكشري وعندك المطاعم بانواعها، مطاعم المشويات، مطاعم الاسماك. فالمطاعم بانواعها، في مطاعم للحوم وفي مطاعم للاسماك، تمام. وعندك بعد كده المستشفيات الخاصه بتستخدمها بكثره برضو عشان بتقدم فيها الاكل للمرضى، وعندك الفنادق برضو بتستخدمها، بتستخدم الاطباق الفويل ده برضو بكثره. وعندك وعندك ايه تاني؟ عندك الافران. يبقى المشروع جميل جدا وتسويقه سهل جدا ما شاء الله. ده كان كل حاجه عن المشروع. اي حاجه فاتتني، اي حاجه عايز تستفسر عنها اكتبها لي في تعليق، واشوفكم في فيديو تاني مشروع وفكرة مشروع مربح جديد على قناة رضا حاتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.